اهلا مع حضراتكم بعد الفاصل. الجزء الاخير من البرنامج، الجزء الثابت اللي فات اتكلمنا عن اجزاء التمويل وعمليه التمويل وازاي ممكن تتم سواء بالمدى القصير او المدى البعيد. اتكلمنا عن النظريه الامنيه، تحديدا الامن داخل الجامعات اللي كان بيشكل قلق كبير جدا. ويعني على سيره الامن، يعني في الاخبار اكيد عرفتوها طبعا، موضوع الامن الجامعات تحديدا المدن الجامعيه كان متوقف السكن فيها لحد ما ينتهي الانتخابات. فور انتهى الانتخابات رجعوا الطلبه ورجعت عمليه الاشتباكات تاني. ده تحديدا انا بتكلم على المدينه الجامعيه في الازهر. الكلمه دلوقتي مع دكتور محمود، وعايز اتكلم على ظاهره الاسلام السياسي، الاحزاب الدينيه، التيارات الدينيه، هل هي اختفت على المشهد او في المشهد القادم هتختفي، وهل في جزء منها مقنع انه يستمر ويمشي مع الموجه او يمشي مع الطريق؟ بداية لو اتكلمنا نتكلم على المشهد اللي حصل في جامعة الأزهر. هي زي ما كنا بنقول في الأول خالص على مسألة الأمن، إنه هذه الجماعات ستبدأ محاولة اختبار قوة الدولة أو ردع الدولة الفعلي. واضح إنهم بادئين بدري، يعني أكتر، يعني أسرع مما كنا نتصور، ونتمنى إن هذه الاشتباكات ما يكونش ليها أي نوع من التداعيات الأخرى، لأنه لا نستطيع التنبؤ بحال من الأحوال ماذا تخبئ جماعة الإخوان المسلمين. فيعني ده فيما يتعلق بالاشتباكات الدائرة. أما فكرة الإسلام السياسي أو فكرة تيار الإسلام السياسي وأحزاب تيار الإسلام السياسي اللي حضرتك بتطرحها، خلينا نرجع لوقت الدستور يا أستاذ أيمن. لما نرجع لوقت الدستور ونشوف نمط التصويت على الدستور 2014 ونمط التصويت في الانتخابات الرئاسية، يورينا إحنا رايحين فين فيما يتعلق بأحزاب الإسلام السياسي. بالنسبة للشارع، لم يعد هناك ما تبيع هذه الأحزاب أو ما تسوقه، بمعنى لسه أصح في زيت وسكر برضو يعني موجودة. بص، مش البيع، مش بيع زيت والسكر، البيع هو الإسلام نفسه. هم كانوا بيبيعوا للمواطنين الدفاع عن الإسلام أو تأييد الإسلام، أو أنه هذا الحدث ضد الإسلام، أو بأن بهذا الحدث سوف يضيع الإسلام. وعلى هذا الأساس كان المواطنين بينزلوا لهذه الأحزاب أو لهذه التيارات تصويتا إما إيجابا وإما سلبا. فهي المسألة الحقيقة بالنسبة للمواطنين، لم يعد هذه البضاعة تنطلي على المواطنين المصريين أو على غالبية المواطنين المصريين. لم يتبقى لهذه الجماعات إلا بعض الكوادر التنظيمية الخاصة بهم، اللي مش بتؤيد فقط، ولكنها كوادر تنظيمية بتعمل على الحشد وبتعمل على التأييد، وهي أصوات مضمونة بالنسبة لهم. ولكن هذه الأصوات الأهم هي الأصوات المؤيدة أو الأصوات المناصرة أو الأصوات المحبة أو الأصوات المتعاطفة. لا نعتقد بحال من الأحوال أنه ما زالت هذه التيارات أو هذه التنظيمات، هل نصدق المنشقين نقول انشقوا على الإخوان، انشقوا على الحرية والعدالة، الأحزاب، حزب الحرية انشقوا ويكونوا، نصدق يعني الجمل دي نصدقها، ولا نعتبر أن لا يعني... بص حضرتك، انا الانشقاق عن التنظيم الاخوان المسلمين مساله تحتاج الى كثير من البحث وكثير من التحليل. واما فكره ان ينفض من حولهم بعض المتعاطفين او بعض المناصرين او بعض من كانوا يصدقوا ان الجماعه هي الجماعه التي تناصر الاسلام او الجماعه التي تدعو الى الاسلام، او ان الاسلام متمثل في هذه الجماعه، هو ده اللي كانت بتحاول الجماعه انها توصله للمواطنين المصريين، انه هي انهم يتماهوا مع الاسلام والاسلام يتماهى مع هذه الجماعه. ومش بس جماعه الاخوان المسلمين على فكره، كل تيارات الاسلام السياسي، لانه بجميع أشكالها، بأشكالها السلفية والسلفية الجهادية والسلفية الدعوية والسلفية السياسية، كل هذه الأشكال بتحاول أنها توصل للمواطنين أو توصل لمناصريهم أن هم بيمثلوا الإسلام من كل بد، وأنه مناصرتهم معناها مناصرة الإسلام، والعداء ليهم هو العداء للإسلام. هل ممكن إذا كان هناك فكر خاص بالتيارات الدينية أنه يتكون أحزاب جديدة، ممكن الأحزاب تتقبلهم في مصر، ولا مجرد ان الشارع تقبلهم فالاحزاب تتقبلهم؟ يعني بمعنى ممكن يخشوا في تحالفات معاكم مع الاحزاب المدنيه مثلا،
ممكن تقبلوا تحالفات لتيارات دينية، تيارات دينية أو إسلامية؟ هو اللي موجود على الساحة النهاردة النور بنتكلم على حزب النور، حزب النور السلفي. هم بيرافضين كلمة حزب النور السلفي، إنما هم حزب النور السلفي بيقولوا إن احنا حزب النور المصري. هو حزب النور السلفي أو حزب النور المصري الحقيقة عنده تحفظات شديدة جدا على قانون مباشرة الحقوق السياسية والنظام الانتخابي، ورأيهم بشكل واضح فيما يتعلق بالقوائم انه هم مش عايزين يحطوا المرأة بهذا الشكل، وده كان تحفظ مهم جدا بالنسبة لهم. والشيء الآخر انه سيكون هناك مسيحيين على هذه القوائم، فحد يطلع من حزب النور من زملائنا واصدقائنا من حزب النور ممكن يكونوا على المستوى الشخصي دكتور ناس طلع عبد المعبود، ولكن نختلف معهم سياسيا بشكل واضح فيما يتعلق بهذه بالجزئيتين دول على وجه الخصوص. فهي الفكرة الحقيقة انه احنا بنتكلم على ممارسة سياسية، نعتقد انه المرجعيات يجب ان تكون مرجعيات سياسية، مرجعيات اقتصادية، مرجعيات اجتماعية، اما المرجعية الدينية فهي ملك لكل البشر وملك كل المصريين، لانه في النهاية اذا على يعني على مقولة الدين لله والوطن بالتأكيد، لأنه في النهاية المصريين كلهم أصحاب أو غالبية المصريين أصحاب دين إن كانوا مسلمين أو كانوا مسيحيين. فهي فكرة أن يحتكر الدين تيار معين أو يحتكر تيار سياسي معين الدين لصالحه مسألة مرفوضة. يعني الإسلام السياسي نقول فكرة أو معنى آخر مقولة انتهت؟ لا، هي ما انتهتش، هي في أضعف حلقاتها حاليا، ولكن إذا تعاملنا معها بشكل زي ما قال فؤاد بيه إن احنا نتعامل معها بشكل أمني أو نتعامل معها كما هي في الوقت الحالي، هذا فشل ذريع بحال من الأحوال، لأنه علينا في المستقبل القريب جدا التعامل مع هذا التيار بشكل سياسي وبشكل قانوني وبشكل ثقافي وبشكل شعبي. المسألة محتاجة فعلا علاج حقيقي، لأنه من السهل بمكان أن يستعيد هذه التيارات مكانتها عند المواطنين إذا ثبت للمواطنين أنه أي تيار آخر أو أن هذه التيارات كانت على حق. صحيح. لكن أنا ترى أن جزء أنا مهم، بس تليفون اللي هو مستشار السابق بالأمم المتحدة السيد عبد الله خليل كان عنده مداخلة بسيطة جدا هيقول لنا على موضوع الإنترنت والفرض اللي عملته الداخلية والرقابة دي، ردا على لان انا خدت كلام الست اللي هو فؤاد عليها من الناحيه الامنيه، عايز اتكلم عليها من الناحيه الحقوقيه حتى يعني نعطي خدمه جيده للمشاهد من كلا الوجهتين. اتفضل استاذ عبد الله، يعني شايف الامر ازاي؟ مساء الخير يا فندم واهلا بحضرتك. وكل ضيوفي هنا موجودين معايا، دكتور مصطفى ودكتور محمود وست اللي هو فؤاد علام. سؤالي عن انت اي اوجه الاعتراض بالنسبه للرقابه اللي شايفها كضرورة وقت للمرحلة اللي احنا شايفينها من الداخلية؟ اولا يعني هو بطبيعة الحال يعني اي طرح امني في هذا الوقت في معالجة ظاهرة ارهابية او ظاهرة اجرامية موجودة تؤدي الى التغول على حرمة الحياة الخاصة بالنسبة للمواطنين او اتخاذها ذريعة لانتهاك حقوق الانسان هو امر مرفوض. وبطبيعة الحال وجهة نظر الامنية، وانا يعني في اعتقادي يعني 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 سياده اللي هو فؤاد علام وهو كان وكيل مباحث امن الدوله حتى عام 1986 وبعد 1986 استمر حاله الارهاب حتى سنه 1997، يعني بمعنى ان كل التدخلات الامنيه التي حصلت في هذا الوقت كانت تدخلات لم تجدي على الاطلاق، بل على العكس يمكن رصيد مصر في الفتره اللي كان بيرقصها سياده اللواء فؤاد علام من 81 لغايه 86. لا انا عايزك تكلمني بقى، يعني انا مش بننتقد هنا، انا مش بننتقد هنا فتره، ما هو ده كان انا مش بننتقد فتره، انا بتكلم على الرقابه اللي عملتها على المواقع التواصل. ايه مشكلتها في ضروره مرحله؟ اتفضل اتفضل يا استاذ، صحح لك معلوماتك يا حضرتك بعد اذنك. ايوه يعني انا ساصحح لك معلومه صغيره، انا سبت امن الدوله سنه 83، ما هو 87 زي ما حضرتك بتقول. اتفضل يا استاذ عبد الله. 83 يعني يعني ماشي خلاص يا فندم، مع الفتره دي الحكم بتاع تنظيم الجهاد ثابت فيه ان في ايضا افعال تعذيب تمت بالنسبه للمتهمين اللي اصدروا عبد الغفار بيه محمد. يعني انا النهارده لان هو بطبيعه الحال هذا الموروث في الفكر الوقائي الامني
في ان كل شيء يحدث تدخل امني ويحدث قمع امني اعتداء على الحريات النهارده ده جزء مرفوض. النهارده في تعامل شعبي، وفي اعتقادي ان ظاهره الاخوان اللي موجوده او ظاهره الارهاب السياسي كان للدور الشعبي وللدور السياسي دور فعال وشديد الفعاليه في اللي فشل فيه الامن في خلال 80 سنه. طيب يعني انا استمرار هذا الدور الشعبي واستمرار التوعيه الشعبيه واستمرار الحشد الشعبي في مواجهه ولعب الادوار السياسيه هي افضل مليون مره من اطر الطرق الامنيه اللي هنفضل تدخلنا في دوله الاستبداد. واصبح النهارده كل شيء استغلال هذه الحاله فاطرح ان انا اراقب الانترنت، اراقب الفيسبوك، اراقب الواتساب، اراقب التويتر، واحاول ان انا اتدخل رغم ان في قانون عقوبات، قانون عقوبات عام يعاقب على ارتكاب اي جريمه، انما هو النهارده عايز يلتف ليخلق قانون طوارئ جديد، ليخلق حالات استثنائيه جديده. هي ده الفكر الامني، الفكر الوقائي. يا سيدي الفاضل، بالديمقراطيه هتحل كل شيء. تمام. لكن النهارده بهذه الفلسفه التسلطيه اللي بيحاول مره اخرى كل بما هو كان في سلول نظام مبارك وثبت فشله وادى الامر الى اسقاط هذا النظام، كل دول ظهروا من جديد عشان يطرحوا فلسفه الاستبداد، سواء من حيث فلسفه الاستبداد من حيث الاقتصاد، سواء من فلسفه الاستبداد من حيث الوقايه. يعني استاذ عبد الله، بس انت شايف اللي شايف ان الموضوع ده ضروره مرحله يعني بيقود الحريات وطريق للطوارئ من جديد. هل انت يرضيك ان يكون لوقت معين، يعني يكون يعني يعلن من خلال الداخليه ده المرحله معينه ولا سيد الفاضل؟ طيب عشان نوضح الصوره. يا سيد الفاضل انا محتاج ان انا اطور تقنيات الامن. انا مش ضد الامن، بالعكس انا بحترم الامن وبقدر دوره. انا بقدر دور كل دم، كل شهيد سقط نتيجه الارهاب. طيب هذا الدم دم غالي، يبقى احنا على خط واحد. انا النهارده بحمي جميعاً. هذا الشهيد انا بحمي هذا الشهيد ايضا بمزيد من الديمقراطيه، وان الممارسات الامنيه هي اللي جعلت وكانت بيئه صالحه لنمو الارهاب. انا ما بقولش ضروره المرحله ان يكون هناك مزيدا من الديمقراطيه، ضروره المرحله ان يكون هناك مزيدا من تطبيق القانون العام، ضروره المرحله تقتضي ان هناك مزيد من الشفافيه. طيب. مش مزيد من الادوات والنظم الوقائيه اللي طيب. موجوده. طيب. انا ما يجي واحد النهارده طيب. يقول لي ايه اصل كاميرون في بريطانيا قال كذا، هذه المقوله اللي هو الموروثه النهارده، اديني كل حقوق المواطن في بريطانيا يا سيدي وتعالى نتحاسب. شوف صحيح. كاميرون بيتحاسب ازاي؟ صحيح بالديمقراطيه البريطانيه. طيب. انا عشان مش عشان بالشكل القمعي الامني. انا بشكرك جزيلا استاذ عبد الله خليل، مستشار السابق بالامم المتحده، بشكرك جزيلا على المداخله، واسمع تعليق ورد سياده اللواء على النقطه دي. هو شايف على العكس تماما، هو ما قالش حاجه، هو شايف انه ده قمع الحريات وبدايه من فيه. بدايه لدخول طريق طوارئ من جديد. هو اولا لا طلع قانون ولا طلع من حتى هذه اللحظه وما يعرفش هو اللي ما الكل بيتقال انه وزاره الداخليه هتتخذ مجموعه من الاجراءات القانونيه حيال استغلال اجهزه المعلومات بطريقه خارجه على القانون. يقول لي ايه التجاوز في ده، ايه الاعتداء في حقوق الانسان فيها دي، وبعدين لما يطلع قانون نقدر نعلق عليه تفصيلا. انما احنا الهجوم من اجل الهجوم وبس. لا يعني الاستاذ فؤاد يعني طول الوقت، والاخ محمود العليلي ايضا اكد على ذلك، ان مواجهه الاحوال الموجوده في مصر وخصوصا الارهاب لا يمكن ان يتم عن طريق الامن فقط. صحيح. لابد ان يكون هناك مواجهه. انا بقول الكلام، انا بقول الكلام ده مش دلوقتي، انا قلت الكلام اولا قلته لليلادي وقلته لحضرتك واحنا في العربيه وقلته بقالي 30 سنه مش بقوله النهارده، وطبقته مش بس قلته، انا طبقته. وانت قلت للدولة ما عندهاش، انا طبقت هذا الكلام، انا عملت حاجة اسمها الحوار. لعلك تذكر حلم البولوك كان بيعمل ايه
في الحلقات التلفزيونيه. صحيح. لحلك تذكر القوافل الدينيه اللي احنا طلعناها تتحاور مع الناس على مستوى الجمهوريه، علك تذكر ان احنا ادرنا هذا الحوار داخل السجون وداخل المعتقلات، هذه المدرسه انا مبتكرها، وانا قلت هذا الكلام وقلته لحضرتك واحنا جايين مع بعض في السياره. ايوه بس قلت كمان ان الدوله ما عندهاش مفهوم لمواجهه الارهاب. ما هو ده المحاور السته اللي انا بقولها. ما عندهاش. انها بتواجهها باجراء امني فقط، وان الاجراء الامني، وقلت ان تجربتنا عندما كانت قاصرة على مواجهة أمنية كانت النتيجة سلبية. على العكس لما اتبع الأسلوب العلمي طبقا للمحاور الستة اللي أنا عددتها وكان في منظومة متكاملة ليها توقف الإرهاب من سنة 97. طيب أنا عايز معايا خمس دقايق وهسيب أوزعها يعني على كل ضيوفي. هبدأ بيك دكتور مصطفى، عايز أتكلم على نقطة جنون الأسعار، يعني إزاي أمسك جنون الأسعار في المرحلة اللي جاية، خاصة ان هنتكلم على يعني نقول ايه قرارات مصيرية بحسب تصريح رئيس الوزراء، قرارات مصيرية بخصوص الدعم. لما الدعم يقل طبعا اسعار بتزيد، النقطة دي ازاي نقولها في دقيقة ونص؟ يعني مفيش كلام ان علشان تصلح الاوضاع الاقتصادية في مصر بشكل عام من الممكن ان تواجه مشكلة في ارتفاع الاسعار، خصوصا اذا بدأت تعالج قضية الدعم معالجة علمية وشاملة. لكن هذا الارتفاع المتوقع في الأسعار نتيجة هذه الإجراءات الضرورية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية المصرية من الممكن أن يصاحبها إجراءات لتخفيف عبء هذا الارتفاع في الأسعار على الطبقات الفقيرة وطبقات الكادحة، وهذا أمر من الممكن من خلال بعض الإعانات الاجتماعية، من خلال نظام تضامن اجتماعي، من خلال رفع مرتبات القوى الضعيفة، في وسائل معينة. لكن بلا شك ان معالجة قضية الدعم سيترتب عليها قدر من ارتفاع الأسعار. تعالجوا ازاي؟ بان العبء ما يقعش. ممكن نقول قرارات بس في رقابه على ما هو الرقابه دي مساله ضروريه ومستمره، لكن الميكانيزم بتاع الاقتصاد لما بتشيل الدعم قطع هيحصل ارتفاع في الاسعار، لكن طيب. انت تستطيع ان تزامن ذلك طيب. وفي نفس الوقت باجراءات عشان تخفيف هذا الامر بالنسبة للطبقات الفقيرة. طيب دكتور محمود، تعليقك الأخير وشكل الحياة البرلمانية أنت شايفها إزاي في المرحلة اللي جاية؟ هي شكل حياة زي ما اتفقنا في الأول، إحنا مش هنقدر بحال من الأحوال إن إحنا نجتزئ أي جزء من الواقع السياسي من بعضه. يعني الكلام اللي بيقوله دكتور مصطفى السعيد كلام مهم جدا دلوقتي فيما يتعلق بالمستقبل الاقتصادي، لأنه الحقيقة الفكرة أو المواءمة بين رفع الدعم أو تخفيف الدعم مع آلية السوق ومحاولة تقديم بعض الدعم المادي عوضا عن الاشكال المعروفه بالنسبه لنا بالنسبه للدعم، ده هيكون ليه انعكاس مهم جدا على الحياه السياسيه، وهيكون ليه انعكاس مهم جدا على واقع البرلمان، خاصه ان كان بمطالب الثوره. بص حضرتك، ما هي المساله انه احنا لازم نكون واضحين مع المواطنين، هل من الاجدى فعلا ان نستمر في منظومه الدعم الحاليه؟ احنا بنتكلم على زي ما قلت لحضرتك في الاول خالص، بنتكلم على دين عام قرب يوصل لحوالي 95% من الناتج المحلي، بنتكلم على اعباء الدين او خدمه الدين حوالي 240 مليار جنيه، بنتكلم على عجز موازنه حوالي 250 ودكتور مصطفى قال 290 مليار، بنتكلم على ارقام ضخمه جدا الحقيقه. ففكره الدعم لو استمرت منظومه الدعم بهذا الشكل المواطنين هيعانوا من اسباب اخرى، فاحنا محتاجين ان احنا نقول للناس ازاي ونقول لهم الحلول، لانه بالتاكيد في النهايه لا نستطيع بحال من الاحوال، وليس موجود في دوله من دول العالم هذه المنظومه من الدعم، ولا يستفيد منها او يستفيد منها صحيح. كل المواطنين بنفس الاشكال وبنفس القدر، فهي المساله محتاجه الى مصارحه، محتاجه الى مكاشفه، محتاجه الى شفافيه في القرارات الاقتصاديه والقرارات السياسيه، وزي ما انت قلت تاني محتاجه تحديد مصطلحات، دايما احنا بندي مصطلحات كده كتير. طب سياده اللواء تعليقك الاخير بس، وعايز اقول بس على كلمه حضرتك صاحب مقوله تحسين كمين الشرطه،
وقلت طلبت بفتح حساب بنكي عشان تحسين كمائن الشرطة. تعليقك الأخير ونتكلم عن النقطة دي بشكل سريع. الكمائن بالطريقة اللي موجودة حاليا لا تحقق شيء من الأمن، بالعكس بتعرض القائمين عليها لمخاطر شديدة جدا، والنتيجة احنا شايفينها ان كل كام يوم في شهداء منها. الكمائن فنيا كما درسنا من عشرات السنين فاتت بيتعمل مبنى مسلح، بيتعمل الكمين بيبقى فيه حواجز تسبق المبنى المسلح المرتفع اللي يقدر يراقب القادمين عن بعد بنظارات معظمة، بوسائل تكبير، بأجهزة تصوير، اللي بيقابل الشخص اللي عاوز يتحدث معاه عشان يحقق اشتباه معين بيبقى لابس رداء يقيه من احتمالات انه يحصل انفجار او يحصل ضرب. بهذه الطريقة نقدر نقلل كثيرا من الخسائر اللي بتحصل في رجال الامن في هذه الاكل او كمان متحركة. ونقطة الكمان المتحركة لا ده موضوع تاني، الكمان من القوة المتحركة السريعة دي علشان لو ما يكون في حاجة تستدعي استدعاء قوة اكبر من اللي موجودة تبقى بتنتشر في اماكن محددة تقدر تحرك بسرعة جدا العدد الكافي من القوات بالامكانات اللي مطلوبة لتواجه الموقف الخارج على الامن في اقرب وقت وباسرع. تمام، انا يعني وقت انتهى، بشكر باسم يعني البرنامج ضيوفي دكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد السابق، شكرا لحضرتك يا دكتور ونورتني يا فندم. سياده اللواء الخبير الامني سياده اللواء فؤاد علام، شكرا يا فندم ونورتني يا فندم. طبعا دكتور محمود العليلي عضو المكتب السياسي الحزب المصريين الاحرار، شكرا جزيلا ونورتني يا دكتور. وشكرا لحضراتكم على متابعه هذه الحلقه، وبكره الساعه 7 الاعلان الرسمي والنهائي لرئيس مصر خلال 4 سنوات القادمه. تابعوا تغطية النهار اليوم لا تبدأ يعني من قبل هذا التوقيت، من قبل الساعة 7 بشوية تبدأ هذه التغطية وتستمر معكم لقراءة هذا الحدث داخليا وعالميا. تصبحون على خير.